الإيمي هو صحافي بنحبه كثير وفعلا دائما موجود وحاضر بكل مناسبة، صاحب موقع خبر عاجل ودائما الخبر بيوصل أول بأول عنده، مثقف ودائما حاضن الإعلاميين بطريقة ذكية وراقية جدا. عم بحكي عن الإعلامي والصحافي زكريا فحام. مساء الخير زكريا. بونسوار زكريا، ما بعرف إذا عم تسمعنا. زكريا عم يحكينا وعم نتواصل معه عبر تطبيق زوم وبالتحديد من اسطنبول. ليش زكريا باسطنبول؟ نحن عم نجرب هلا نشوف إذا فقدنا الاتصال أو بعده معنا. زكريا أنت معنا؟ زكريا مساء الخير سارش. يا أهلا وسهلا فيك زكريا، شو أخبارك؟ الحمد لله، رمضان كريم عليك وعلى كل المشاهدين، تحياتي كثير كبيرة. إن شاء الله يكون هذا الشهر خير عليك وعلى كل اللي عم يحضرونا. زكريا ألف مبروك لك، ومثل ما عودتنا بمفاجآت عديدة ودائما برامج غير شكل ومتنوعة. خبرني عن إفطار مع ستار اللي مش أول سنة بنشوفه. طبعا نحن تعودنا بشهر رمضان المبارك إنه نعمل برنامج إفطاري أو خيمة رمضانية. هي انطلقت اساسا ساج من لبنان، من 6 سنين كانت بلبنان ببيروت، وكنا نتنقل من عند فنان الى فنان من بيته او يكون في عزيمه بمطعم، ولكن تحول هذا البرنامج افطار مع ستار من بيروت الى اسطنبول من 3 سنين تقريبا. هيدا الموسم الثالث. بدي اقول نحن هلا بليالي لبنان بقلب اسطنبول مباشره عبر الاو تي في. بدي اقول انه ضيوفنا هيدي السنه كثير مميزين مثل السنوات اللي قبل، وطبعا حتى لو كان بوقت كمان ساج وقت كورونا بالموسم الثاني قدرنا نستمر بالبرنامج، ولكن بقلب استديو مش اوت دور. يعني هيدي السنة حيكون بخيمة أرادا بلو سيتي بإسكودار بحضور عدد كبير من النجوم الفن والغناء والتمثيل أيضا من مختلف الدول العربية. حيكون عنا من لبنان، حيكون عنا من مصر، حيكون عنا من الجزائر، من تونس، من العراق ومن المغرب. نعم. يعني خبرنا شوي عن النجوم، خبرنا شوي عن الضيوف المرتقبين لكان على البرنامج السنة. حيكون الأسبوع اللي جاي إن شاء الله حيكون معنا الفنان ستار سعد من العراق. نعم. حتكون معنا الفنانة جانا روحانا من لبنان، حتكون معنا كاميليا ورد من الجزائر أيضا، وحيكون معنا أيضا فاتي جمالي ممثلة وفنانة مغربية وهي ملكة جمال العرب. هول اللي بدي لك اياهم، يعني ما بدي اكشف عن كل الاسماء بس هول اللي فينا نكشف عنهم. يعني اذا بدك في عدد كثير كبير من الدول العربيه، وخاصه انه انت خارج الوطن وتحديدا باسطنبول، قد ايه في صعوبه انك تقدر توصل للنجم يجي لعندك، او يمكن خبرتك المهنيه هي اللي لعبت دوره؟ لك هو اساسا يعني في اكثر من عامل. العامل الاول انه فكره جديده، اول مره بينعمل برنامج افطار مع ستار باسطنبول، هيدي اول مره، يعني اول حدا بفكر يعملها. حتى يعني باسطنبول اساسا ما في خيام رمضانيه، ممكن تروح على مصر، على الاردن، على سوريا، على لبنان، اي دوله بتلاقي، بس باسطنبول هالفكره بعد ما بيعرفوا فيها، يعني ما عندهم فكره عنها. فانا نقلت هيدي الفكره من لبنان والدول العربيه الى اسطنبول، هيدي واحد شيء جديد. يعني اثنين، طبعا علاقاتي مع الفنانين ومحبتهم لالي وثقتهم فيني اكيد بتشكرهم كثير، شكر كثير كبير. عدد كبير، يعني السنه الاولى كان في عندي 30 نجم، بدك تحكي من هشام الحاج الى جورج الراسي لكريستينا صوايا واكثر، عدد كثير كبير من النجوم كانوا موجودين ببرنامجي. فالثقه المتبادله بين الطرفين هي اللي اذا بدك حمست انه يكونوا الفنانين موجودين معنا. وفي شغله انه نحن ما بس عم نكتفي انه يكونوا موجودين بالبرنامج، في تور عم تنعمل، يعني وين بيحبوا يروحوا عم يعملوا هيك اذا بدك خلال 3 أيام 4 أيام جوله سياحيه بقلب اسطنبول، عم بيغيروا جو. حلو الجو، الجولة السياحية. ودائما لبنان حاضر ضمن أسئلتك زكريا، لأنه هالقد محبتك لوطنك كتير كبيرة. خبرني أكثر عن تفاصيل البرنامج، إلى جانب أكيد يعني المشوار الحلو اللي حتاخدهم عليه بقلب تركيا. هل ممكن يكون في مثلا مفاجآت عديدة؟ هل في اشتراك مع المشاهدين والناس اللي عم بتتابع؟
حلو. اول شيء اسمح لي وجه تحيه كثير كبيره للممثله ومقدمه البرامج كارلا سعد اللي عم بترفقني للسنه الثانيه بتقديم البرنامج. اول سنه كنت عم اقدمه لحالي واخر سنتين كنت انا وكارلا. كارلا اللي مثلت بعروس بيروت يمكن في ناس بيعرفوها في ناس صحيح. لا، ولكن حبت تتجه الى عالم الاعلام وكانت معي السنه الماضيه وهذه السنه. الفنان بيوصل من المطار مباشره على الاوتيل، بيرتاح بالاوتيل اللي هو موجود ببيرم باشا وشمور ببيرم باشا. بيرجع بنظهر نحن وياه عشيه، بنروح على ليالي لبنان، بنقعد نحن وياهم نتعشى، بنفطر سوا، بنرجع من بعدها بنظهر بنعمل هيك تور بمحلات اذا بدك صوب السبور وغيرها من المناطق. ثاني يوم بنرجع بنكون بالخيمه، بناخذ الفنان على الخيمه بيعمل اللقاء، بنفطر سوا بيرجع بيعمل اللقاء، ومن بعدها ثالث يوم بيكون في هيك كادو متواضع شيء خاصه بعالم التجميل بنقدمه للفنان مع تكريمه من برنامج افطار مع ستار. و نعم رح انت حبيتيها حبيتيها نظريه التجميل هي بلشت الدبغه طلعت من الاستديو واصلين لعندك سمعت بالتجميل وكل القصص كدوره بتركيا. التجميل للرجال والنساء، يعني في عنا زراعه شعر، اسنان، بوتوكس، والاخبار كلها يعني موجوده. اي نجم بيكون موجود معنا ضيف، هيدي كادو متواضع بتتقدم له من هوسبيتاليتي له للفنان. فنرجع من بعدها اذا حب الفنان يقعد اكثر من ثلاث ايام اكيد نحن ما عندنا مشكله، بنكون اساسا متفقين معه لانه في فنانين قاعدين 7 ايام و10 ايام هون، بنكمل التور نحن وياه، بيطلع بالبوتس بالبحر، بناخذه من الأوروبية على الأسيوية والعكس صحيح، نزل على الأسكودار، نرجع بنروح على يعني كابي، يعني في مناطق حلوة، نزل بنروح على الفاتح وغيرها من المناطق، نعمل تور وبنرجع نحن بنتفق مع الفنان وين على باله يروح، أي منطقة بيعرفها هو حابب يروح يشوفها فبناخذه عليها وما في مشكلة أكيدة. وفي كتار حبوا يروح على سليمانية لأنه فيها أكوان إذا بتشوفها يمكن كتار بيعرفوها اللي فيها الطيور اللي هيك قاعده زين بكونها حلوه على الـ على الـ على الـ يعني في جسر كثير حلو تحته مي، يعني ما بعرف، خليني ما بعرف اذا في، لا مش بوسفور هيدا غيره. حسام ساعدني هيدا هون اللي هلا بوش لو سمحت، بالسليمانية البحر شوي هيدا البوسفور، لحد البوسفور الثاني غير هيدا اللي هون جسر الخليج. تحيه لكل الاحوال هيك اللي شفناهم هون، بوجه لكم اكبر تحيه وموفقين اكيد بالعمل مع زكريا، وعم نشوف سوا المشهد قدامنا عم بفرجينا اكيد زكريا مباشره من اسطنبول. الجوله السياحيه كمان رح ياخذها للنجوم اللي رح يكونوا معه ضمن البرنامج. بس نقول انت وين موجود هلا بالتحديد عن جديد؟ أنا هلأ موجود باسطنبول بليالي لبنان، هلأ معزوم على الإفطار، بتمنى أنه يا ريتكم باسطنبول تكونوا موجودين نعزمكم، وصاحبة المطعم اللبنانية ست أمل بوجه لها تحية شعبية كبيرة ست أمل أكيد كبيرة لها شوي ورايحين على الإفطار، وإن شاء الله إن شاء الله الموسم الثاني بتكون أنت وزميلتنا موجودين معنا بالبرنامج إن شاء الله بإذن الله أكيد. زكريا معقول تكمل فيه للبرنامج بعد شهر رمضان؟ لكن هو لانه خيمه رمضانيه، حلو السؤال، خيمه رمضانيه مشان هيك نحن حبينا نعيش الجو. اكيد عندي برنامج ثاني اسمه ستار على العيد، كمان بقدمه بعيد الفطر، هي ثلاث حلقات سبيسيال بيكونوا كمان هول بيتقدموا على الشاشه شاشه الاي 1 تي في. ومن بعدها في عندي برنامج ثاني عم حضر له اسمه النقاط على الحروف اذا الله راد، كمان حبلش اقدمه بعد رمضان باذن الله. بالتوفيق يا رب. شكرا كثير لك. تحضر المسلسلات الرمضانيه اذا فينا نقول؟ بلا عم بحضر بس بالليل على اليوتيوب. زكريا ما في شيء ما يقطع عليه. طب شو اللي عم تابع للموت هلا؟ عم تابع للموت وكثير حلو، امبارح حضرت حبيت اطلع جوال داغر بالموت بموسمه الثاني. عفوا؟ حبيت اطلاله الممثله جوال داغر لاول مره بمسلسل للموت. أنا جوال داغر صراحة شهادتي مجروحة فيها لأنه كثير بحبها وكثير انبسطت إنها موجودة لأنه عطت نكهة خاصة لمسلسل للموت، إضافة للمسلسل يعني امبارح تأثرت بماجي اللي خطفوها، ما بعرف اليوم واو ناطر لك شو بدي كثير.
فعلا. زكريا فحم موفق بافطار مع ستار، ودائما نحن مواكبينك بكل شيء. امبارح وصل الفنان السوري تيم حسن الى اسطنبول، الى الفنانه زينه مكي كمان، ليصوروا فيلم الهيبه، وان شاء الله حنحاول هيك ناخذ مشاهد خاصه حصريه لكم لبرنامجكم انساج. زكريا انت غلطت وقلت على الهواء، نحن ناطرين وما فيك ما توفي بالوعد. وعد خلص، وعدتك وعدتك. رمضان كريم. شكرا لك زكريا محمد العليمي، بنحبك كثير وموفق دائما بموقعك كمان خبر عاشر وبافطار مع ستار من اسطنبول.